وإثر زيارة مفاجئة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون إلى مركز فرز الطرود البريدية بميناء العاصمة، أصدرت الوزيرة قرارات مستعجلة بغلق المصلحة وفتح تحقيق حول حالات سرقة واعتداء على الطرود المرسلة. وليد زروق. هو مركز فرز الطرود البريدية بميناء الجزائر، هيكل هش، غياب لكاميرات المراقبة وفوضى في التعامل مع الطرود، وضعية سمحت بتسيب الوضع الذي سجل عددا كبيرا من شكاوى السرقة والتعدي على الأغراض المرسلة عبر هذا المركز. علاش مازال ما درتش؟ ما درناش الاخر من دوبي كون يخدم هذا السنتر؟ واش حليتوه دوبي سين سمانة ولا؟ لا تولي ما كاش لي كاميرا مازال، واش راك تستنى؟ ولا باش تفتحوا لي كولي؟ لا لا ما تعرفش. جامي حليتوا لي كولي؟ جامي مدام. جامي فوزيت سير؟ اوفيسيال. انا الحق لي كولي مفتوح. وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون وفي زيارة مفاجئة للمركز تتخذ قرارات مستعجلة للحد من هذه الانتهاكات. اليوم قبل الغد تعليمات هو أنه توقيف المسؤول على المركز هو وكل المسؤولين، فتح التحقيقات الداخلية أولا ثم بالتعاون مع مصالح الأمن من أجل محاسبة كل المسؤولين، حتى المسؤولين اللي كانوا يعني غادروا المركز لأنها مشاكلها عندها عدة سنوات من اللي راهي مطروحة، وراح نغلقوا المصلحة ونرجعوها تابعة مباشرة للسيرفيس تاع الوامس، يعني تابعة مباشرة للإدارة المركزية حتى يتم التكفل بها في أقرب الأجل. وفي إطار تحسين الخدمة العمومية، إجراءات متخذة للتسريع في تسليم الصكوك البريدية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.